اتكلم على القرار بتاع اللواء باقي زكي المرحوم باقي في المهندس في فكرته. كان ممكن لو احنا الكلام كان بيتاخد ساعتها كده وحد يقول له المضخات الميه وانها ممكن تفتح ساتر زي كده بالعدد الكبير اللي احنا سمعناه ده، كان ممكن حد يسخر منه. لكن القياده قالت لك نعمل تجربه واذا نجحت نستكمل. في الوقت ده احنا جبنا مضخات كدولة من ألمانيا تحت ساتر انها لوزارة الزراعة، لو حد يعني متابع الموضوع دوت، تحت ساتر انها لوزارة الزراعة. اجراءات كانت بتتعمل في كل تفصيلة من تفاصيل الموضوع عشان الفكرة تنجح، لان الفكرة هتفضل فكرة الا اذا كانت تتخد اجراءات واجراءات منطقية وموضوعية عشان تنجحها. لكن لو الفكرة بقت فكرة أو فكرة طرحت كده وما تنفذتش تظل فكرة قابلة للمناقشة وقابلة للنجاح وللفشل، والتجربة فقط هي اللي تأكدها. أنا اتكلمت عن الفترة بتاعت 67 باختصار شديد، وعايز أقول للناس كتير يعني هو كان احنا يعني لما نيجي نتكلم مع القادة يقولوا إن احنا كان المهمة يعني 15 كيلو 20 كيلو شرق القناة فقط. وكتير من الناس يقولك طب ليه انتوا ما كملتوش لغاية خط الحدود؟ واحنا كدولة وكمؤسسات معنية بالأمر ما تقولش ان ده كان قدرتنا، ما كناش نقدر نعمل اكتر من كده، وكأن ان احنا نستحي ان احنا نقول كده. وده إشكالية كبيرة جدا في بناء فكرنا وبناء وعينا، احنا ما كناش نقدر نعمل اكتر من كده. يعني انت تقول الكلام ده وانت رئيس جمهورية مصر على الديسك والعالم كله هيسمع الكلمة دي؟ ايوه. عشان ادي القيمة لمين؟ ادي القيمة للجيش اللي كان عارف ده كله ونزل ينتحر من اجل الكرامة. نزل ينتحر. الحرب دي كانت حرب تعتبر انتحار. الكلام ده لازم الناس تدرسه وتتعلمه عشان تعرف يعني ايه دولة، والدولة بتقوم ازاي وحساباتها بتتم ازاي. لكن بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها مع بعضنا، شوف انا بتكلم بعد اكتر من 50 سنة محدش قال الكلام ده بشكل علني وبشكل علمي للناس في مصر، ان احنا كان اقصى حاجة ممكن نعملها في الوقت ده هم ال 20 كيلو دول. ليه؟ قدراتنا كده. وانا قلت في بداية الكلام أنا بكلم الجيش اللي بيسمع وبكلم الرأي العام اللي بيفهم، كناش نقدر نعمل أكتر من كده، لأن مقارنة القوات كانت كده وقدرات الآخر الخصم اللي قدامنا كانت ضخمة جدا جدا. وبالتالي إحنا كان قدرتنا على إن إحنا نتحصل على سلاح كان محدودة جدا في ظل الظروف. وزي ما قلت كده، أوعى تحط الواقع اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي في مصر والظروف الدولية على أنها كانت ظروف كانت موجودة من 50 سنة أو أكتر. لا، ده كانت الدنيا تانية خالص، كانت الدنيا تانية خالص. وعشان كده الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات، بكل المعايير وبكل الحسابات. إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاع 67 ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية، ثمن الحرب الحقيقية. في الوقت ده، في الوقت ده كان الخسائر كتير، وكانت دي أحد أهم الأسباب، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات،
وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعد، مش غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. يبقى القرار الاستراتيجي ايه؟ هما القرار الاستراتيجي ان احنا نعمل سلام مع مصر. نعمل سلام مع مصر ونديها ارضها، ويبقى النهارده الباب ده قفلناه والخسائر دي مش هتتكرر تاني. اقول سؤال، هي الخسائر دي اتكررت تاني؟ خسائر 73 وحرب الاستنزاف اتكررت تاني؟ الإعلام يقول الكلام ده، لم تتكرر خسائر المواجهة المصرية الإسرائيلية في حرب الاستنزاف وحرب 73 منذ ذلك الحين وحتى الآن. يبقى كان القرار اللي هم خدوه بأن هم يتوافقوا معانا وأن هم يوافقوا على أن هم يدونا أرضنا في تمن مصر دفعته، جيش مصر دفعه بالإرادة، مش هقول بالمخاطرة، المخاطرة الشديدة، بالدم اللي المصريين قدموه. سواء كانوا، انتوا طبعا ما شفتوش المصابين اللي كانوا موجودين بعد 73 لان هم معظمهم دلوقتي في ذمة الله، لكن كان في ناس كتير معاقين، كان في ناس كتير معاقين قعدوا خلال الخمسين سنة اللي فاتوا دول، يعني يرحلوا واحد تلو الآخر. لكن لو كنا قريبين من الحرب سنة مثلا 74 75 كنت هتشوفوا في المستشفيات وفي الوفاة والأمل كتير.